عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك أند فود. أول حاجة كنبغي نشكركم بزاف 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 على مشاركتكم، وأخيرا حصلت على 1000 أبوني، يعني 1000 مشاركة. شكر لكم جزيلا، كملوا معنا في لي بارتاج وفي لي سبسكرايب ولي لايك، كوم سا باش يولي عندي واحد لينيرجي قوية أكثر. درنا توتوريال كيفاش نسجلوا لي زانسترومون ميدي، يعني لي زانسترومون فيزويل. اليوم غادي نوريكم كيفاش نسجلوا اوديو، يعني ميكروفون او لا لا جيتار بلا كاليتي مخيره. يلا هو معايا اول حاجه اللي كنبغي نديرو اون بريز دو سون، يعني نسجلو الميكروفون او الجيتار. اش كنحتاجو؟ كنحتاجو اون كارت دو سون. كيما كنعرفو البي سي او الماك كتكون فيه اون كارت دو سون انتيغري، ولكن ما قدناش. علاش؟ ملي كنبغيو نسجلو ان ميكروفون ولا ان انسترومون كيخصنا اون سورتي ديال الجاك، يعني اللي كيمشي للانسترومون، او لا الكابل اكسيلر اللي كيمشي للميكروفون. وهاد لا كارت دو سون ماشي ولا بدا، خصها تكون فيها 8 او لا 24 انتري. إذا كنتي بوحدك غادي تسجل غير ميكرو، ولا بغيتي تسجل معاها جيتار او لا شي كلافيي، كتبرونشيهم بجوج وكتسجل مع راسك بخير. لي كارت دو سون كيكون فيهم واحد لافونتاج اللي هو البري امبلي. البري امبلي هو اللي كيعطيك ان تري بون سون في الميكروفون، وكيكون عنده الفوليوم مجهد. بارابور لا كارت سون انتيغري اللي كتكون في البي سي او لا الماك، كيكون غير باش تسمع الموسيقى او لا تلعب الجيمين ولا شي حاجه، هادشي لاش خاصه. الثاني حاجه كيخصنا الميكروفون، كاين ميكروفون مامبر لارج وكاين ميكروفون ديناميك. ميكرو مامبر لارج هو اللي كنستعملو الاغلبيه في ستوديو. علاش؟ حيت كياخذ ليك لا فوا من البعيد وكيشد ليك كاع لاكوستيك ديال لا شومبر. مثلا كان عندك لا جيتار كتبوزيسيونيها مقابله معاها، كيشد ليك الصوت ديال صباعك فاش كيتحركوا، كيشد ليك الصوت ديال فاش كتلعب بلا جيتار وكتضرب، كيعطي واحد لو شارب، وكيشد ليك المونش كلها، وكيشد ليك ميم هذيك الثقبه اللي كاينه في الجيتار حتى هي كيشدها، وكيعطيك لونسومبل ديال لوجيسترومون نقيه. ميكروفون مامبرا لارج كيخدم بالاليمونتاسيون فانتوم، يعني كياخد لاليمونتاسيون من لا طابل دو ميكساج ديال 48 فولت، اولا كياخدها من لا كارت سون. اما ميكرو ديناميك كيصلح لينا بوغ بيان سور للايف. علاش؟ ميكرو ديناميك كتكون شادو فحال هكذا كيشد لك غير فمك، هادشي كاع اللي داير بيك، ولا كاين شي باتور اوراك كيخبط في لاباتري، ولا لو سون ديال لاباس ما كيشدوش بزاف، كيشد واحد شويه قليله. هذا هو لافونتاج ما بين ميكرو مامبرا لارج اي ميكروفون ديناميك. ابخي كيخصنا بوب كيلر، يعني انتي بوب. هاد انتي بوب هو اللي كيكون ما بين كتا وبين الميكروفون. علاش كنستعملوه؟ اول حاجه كيحيد لك فحال هاد الحروف اللي كنقولوا لهم بي او لا بي او لا تي. هاد ثلاثه الحروف هما خايبين بزاف الى مشاو تتسجلوا لينا في الميكرو، صعاب باش نحيدوهم. علاش؟ ملي كتقول بي كيخرج معاها واحد الريح، ولا كيما كنقولوا لها العاصفه كتخرج. هاد انتي بوب كيحبسها ليك وكيدوز ليك الغناء نقي. ميكرو كيخصو الكابل، الكابل اللي كنسميوه اكسلار اكس ال
اير. هاد الكابل كيكون فيه واحد جهه ميل وواحد جهه اخرى فيميل. الميل هو اللي كيمشي لا كارت صو، والفيميل هو اللي كيتخشى في الميكروفون. من بعد غادي خصنا لي كاسك ولا اللي كنقولوا لهم لي زيكوتور. هما كاينين جوج انواع. النوع الاول اللي كتلاحظوا معايا هما كيتسموا فيرمي، يعني مسدودين من هاد الجهه ومسدودين من هاد الجهه، علاش؟ باش ما يخرج لك الصوت. وكاين نوع اللي كيكون اوفير بحال هادو، هادو اوفير كيكونوا من هنا محلولين كيخرج لينا الصوت، وهذاك الصوت كيشدوا لينا الميكروفون وكيسجلوا معاها وكيعطينا واحد الضجيج خايب. إذا كان عندك هوم ستوديو، يعني ستوديو في الدار، أولا كنتي داير ليزولاسيون في الدار مزيانة. إذا ما كانش عندك كنستعملوا لي بانو أكوستيك. هاد لي بانو أكوستيك هما رخاص وكنستعملوهم في حالة إذا ما عندكش ليزولاسيون وما عندكش أبسوربور. دونك كنستعملوا هاد البانو اكوستيك باش كيحيد لك كاع دوك البارازيت اللي دايرين عندك في البيت، مثلا فرفاره ديال لورديناتور، مثلا فاش كتكون جالس ولا بدا كدور هاد الشيء كدور هاد الجهه كيخرج واحد الصوت وكيشقمو لك الميكروفون. هادي على الاقل بعدا كتحيد لك واحد 10 اولا 20% ديال الصداع. واخيرا كيبقى لينا une pied de microphone من احسن كناخذو بيرش اللي كتسمى جيراف. الوغ عندنا كلشي، ولكن كيخصنا نعرفو الحوايج اللي نتفاداوهم. اول حاجه فاش كتكون كتغني ولا بد غادي خصك الكلمات، انتردي تكون هاز الورقه وكتغني ولا كتسجل. علاش؟ ملي كتكون هازه الورقه كتبقى تخرشش، ولا تخرششات غادي يشقمها لينا الميكروفون، ولا شقمها لينا مشى لينا كلشي. ثاني حاجه لي بورتابل ممنوع منعا كليا. دونك يلا نمشيو تسويت نانستاليو الماتيريال ديالنا. نبداو لاستالاسيون ديالنا. اول حاجه كنحطو البيي جيراف ديالنا وكنفيكسيو فيها لو ميكروفون تاعنا، يكون فيكسي مزيان، وكنقابلو مع الابسوربور اكوستيك كيما كتلاحظوا معايا داير وانايا عندي هنا، هذا ديال بونج كنقابلو اون فاس معاه. ومن بعد كنانستاليو الانتي بوب ديالنا ولا كيما كنقولوا ليها بوب كيلر، كنقابلوها حتى هي معاها كيما كتلاحظوا معايا تقريبا ما بين فمي الانتي بوب واحد 5 سنتيم، وما بين انتي بوب الميكرو واحد 5 سنتيم اخرى. الوغ من بعد سالينا لاستالاسيون كلشي هو هذاك، كنحلو ان نوفو بروجي في السيكونسور ديالنا، كنكريو بيست اوديو. ابخي كنمشيو لونتخي ديال لاكارت سون وغنديرو كريي. دونك هاو عطانا اون بيست خاويه اوديو. غادي نديرو اول حاجه لو تيمبو هي الاولى، غادي نقيدوها. انا التيمبو عندي الاغنيه فيها 110، دونك قيت 110. ابخي كنمشيو لابيست تاعنا نسميوها ميكروفون. من بعد كنمشيو لاكارت سون اولا لو لوجيسيال ديال لاكارت سون اللي كنسميوها لانشر، كنشعلو لو فونتوم 48 اللي هو 48، كنشعلو اول حاجه باش الميكرو يخدم لينا بالضو ديالها. دابا غادي نمشيو نشوفو البوفر ديالنا واش هو هذاك اولا لا. كنمشيو لوجيك برو بريفيرونس اوديو، كنشوفو البوفر عندنا في 180، غادي نطلعوه ل 64. علاش بوفر 64؟ باش يكون شويه رابيد وما يتقلش لينا الماك ديالنا اولا البيسي ديالنا. كنديرو ابليكي موديفي، كيبقى لينا دابا غادي نديرو واحد التسجيل اللي هو غادي يبدا يتعاود بلا ما نوقفو، سكيفي كيبقى يتسجل واحد 4 ولا 6 خطرات. انا غادي نوريكم كيفاش. كنمشيو عاوتاني لبريفيرونس، كنديرو انريجيسترومون، كنشوفو هادي واش كاينه ولا لا. كريي ان دوسي دو بريز
كتكون دو فوا دونك صافي هي كاينه ودابا غادي نجبدوا الاغنيه ديالنا نعاودوا نحلوا واحد اون اوتغ بيست اوديو ولكن هاد المره با دونتري يعني غادي ندخلوا غير موسيقى البلاي باك تاعنا باللي غادي نغنيو عليها دونك دابا اش كيبقى لينا كيبقى لينا غير نسولوا الاخ رضا واش واجد وي اوكي الاخ رضا واجد ودرنا لي تيست بزاف دابا ما بقى علينا غير نديروا لو بوكل ديالو سيتادير من البداية حتى الاخر ونبداو الريكوردي ديالنا هاد الاغنيه اللي غيغني لنا بريده سميتها ميك اب لاند هادي كنت درتها هي انسترومونتال وهذا هو الرفران ديالها دونك كتبت ليها كلمات ودابا غادي نديرو بها ان توتوريال على قبلكم نتوما وهو اللي غادي نسجلوا بها الاغنيه يلا بريده ارا تشوف سير الله كيبان لينا هاد ربعه ديال لي بيست قادي الغراب غادي ناخذ منهم من احسن البلايص اللي هما صدقوا لينا الوغ الحلقه الجايه غادي تعرفوا كيفاش غادي نقاد هاد لي بيست وغنعزل المزيانين والخايبين غنحيدوهم ومن هادوك لي بيست غادي ناخذ منهم بيست وحده اللي غادا تكون هي اللي صالحه لينا باش نحطوها في الاغنيه ابخي غادي نوريكم كيفاش تقادوا لا فوا كيما كتعرفوا لا فوا ولا بدا الواحد كيفوص كيما كيقولوا ليها سيتادير ما كيكونش ديابازون بعد خطرات في الاغنيه حتى هو كنقادوا بالفليكس مهم هادشي كلشي غادي نوريه لكم في الحلقه الجايه ان شاء الله دونك ما بقى لي الا نودعكم ولا عجبكم الفيديو ديروا البارطاج وديروا لايك وما تنساوش ليا سبسكرايب في هذه الأثناء كنقول لكم تبقوا على خير بالصحة كاملة وإن شاء الله الحلقة الجاية